تواصل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت محادثاتهم مع البحرين لتعزيز استقرار الأوضاع المالية فيها بحسب ما أورد بيان لوكالة الأنباء السعودية. وأكد البيان التزام الرياض وأبوظبي والكويت بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم للبحرين وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية فيها واستقرار المالية العامة للمنامة.